في مركز المحور اكثر، لكن نونو اسس، محمد نور مره في اليمين مره شمال، بالاضافه ايضا الى مناف ابو شقير نشاهده دائما في الناحيه اليسرى، ولكن شاهدناه في الناحيه اليمنى في اكثر من مره. صافره وخطا ركله حره مباشره لصالح الاتحاد. كره من ناحيه الجناح الايمن لصالح الاتحاد، في وجود هناك اصابه ايضا لنونو اسس. عموما المحترفون الاربعه في الاتحاد، هذا واحد منهم نونو اسس المصاب الان ويترقى العلاج، وخلفه تماما باولو جورج اللي يلعب في مركز الظهير الايمن، هو المركز الحائر والمحير للاتحاديين، هو حائر في الاتحاد لكنه محير للاتحادين. وهذه الكره المشتركه اللي كانت بين حسين عبد الغني غير مقصوده ابدا، بين حسين عبد الغني وبين نونو اسس،